السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنتكلم في الدرس ده عن الأجريجيشن فانكشن في الـ SQL Server. طيب تعال نشوف إيه هي الأجريجيشن فانكشن. إحنا خدنا معظمهم في النيوميريكال فانكشن إن SQL بيلت إن SQL. طيب تعال نفتح نيو كويري وتعال نشوف مع بعض. إحنا هنشتغل على نورث ويند. I'll use نورث ويند بلس F5. تعالوا مع بعض كده. ممكن اشتغل على البرودكت، هقول له select all from products. خلاص في عندنا مثلا يونت برايس ينفع يتعمل عليها الاجريجيشن فانكشن. تعالوا نشوف مع بعض. انا اكتبها كده الاجريجيشن فانكشن. اول حاجه هقول له select طبعا اليونت برايس الاول اكتب له from products. اقول له select unit price comma sum of all. في هنا طبعا دي هنتكلم عليها في الفيديو الجاي، مش هينفع معانا ان انا احط دي دلوقتي. خلاص هقول له sum unit price ماشي. هقول له كوما. هقول لكم ليه، ان انا لو رجعت القيمه اللي فاتت هيبقى في عندي مشكله وهيديني ايرور. الايرور اللي هيدولي ان الاجريجيشن فانكشن بترجع سنجل فاليو قيمه واحده بس، انما اليونت برايس دي لا هترجع لي اكتر من رو، اللي هي الرو كله اليونت برايس كله. فين اليونت برايس؟ اهو هيرجع لي ده كله. طب ازاي ده هيرجع ده كله ودي هترجع سنجل فاليو فهيدينا ايرور؟ طب هنحل المشكله دي ازاي؟ هنعرفها في الفيديو الجاي تمام. بس نكمل بس الاجريجيشن فانكشن. اقول له هات لي sum of unit price، ممكن نديله alias. هقول له as total مثلا مجموع، او نخليها sum وخلاص. له sum نعمل كوما، ممكن نعملها alias كده عشان خاطر يفرق كوما. وعايز كمان average لليونت برايس، وعايز طبعا نقول له as average كوما في max unit price as maximum ماشي كوما. ممكن نكمل تحت عشان كله يبقى باين. المينيمم يونت برايس از مينيمم ماشي كوما. وفي عندنا كاونت يونت برايس برضو. دي كلها اسمها الاجريجيشن فانكشن ماشي. ممكن نقول له as count خلاص from products. في حاجة كمان بتالي، في حاجات تانية بس المهم كفاية. اهو sum average max minimum count from products. لو جيت عملت run دلوقتي اهو الصم بتاعهم مجموعهم هيديني الرقم ده، المتوسط في الحساب بتاعهم اقصى قيمه واقل قيمه وعددهم 78. دي اسمها ايه؟ الاجريجيشن فانكشن. طيب تعال نكمل مع بعض في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.